كل سايسة في قيسان في طبرية المزارع في البنيان هسا والله خلاص وقفت كبرت وخلاص ارتحت. اللي فوتوا اشتغلوا برا اولاد من جوا تعاملوا معامل كويس بس اللي خرب الدنيا المستوطنين اكثر جديد اجوا المستوطنين والله قبل ما كان هالقد كثير هسه تبعين تل ابيب تبعين بيسان بيختلف عن الصوره هاي في سعد ولهد البيوت هاي كانوا يهدوها كثير يعني من 30 سنه و 40 سنه بس جديد زادت كثير زادت يعني الاسرائيليين بيقولوا كانه انتم غلطانين وبتبنوا بشكل غير قانوني وكل هذا الحكي انا رحت عليهم ولا هم اجوا علي على زمان الاردن احنا هون واحنا عندنا حلال يعني بقر وغنم عن ابونا اخذنا وعن جدنا وقعدنا متمسكين فيها المستوطن هون بيجي بيجيبوه بهيلوا مي بهيلوا كهرباء بهيلوا مراعي هو مسموح يعيش وانا ممنوع علي ما بدي اروح لا اعمل مشاكل ولا اكل حرام ولا اسرك ولا اكيم ولا احط انا بدي اعيش في امان انا ولادي وجيراني واخوتي وكل الناس يعني مش بس انا لحالي اعيش كل الناس نعيش في سلام شو سلام بالنسبه حكم عدل صح اذا انا غلطان حاكمني واذا هذا غلطان يتحاكم هذا بدي في شيء بحياتك غرم كل هاي الصعوبات والاحتلال والحكم العسكري بيعطيك امل يعني بيعطيك امل للمستقبل يعني ما فيش عندي امل بالمره يعني مل فيش عندي امل استنينا كثير ما فيش امل